البقنطار عبد الرزاق رئيس جمعية حماية المستهلك المحمدية المنضون تحت الفدرالية الوطنية جمعية حماية المستهلك بالمغرب فنك مروك الذي يرأسها حاليا الأستاذ مديح وديع. إذا عرفنا بالجمعية ديالكم إمتى تأسست في مدينة المحمدية؟ جمعية حماية المستهلك المحمدية من 2003 متواجدة في المحمدية، كانت دائما كتشتغل وكان عندها شباك المستهلك التطوعي. حاليا حنا في مقر ديال الجمعية فين كاين الشباك المهني للمستهلك اللي بدا بالضبط في شهر 7 2020. كيفاش كيكون البرنامج ديال العمل ديالكم والتواصل ديالكم مع السكان ديال عمالة المحمدية؟ الجمعية بطبيعة الحال من خلال واحد البلاتفورم اللي دايرها الجامعة اللي هي ريكلاماسيون فناك ماروك، ولا بلاتفورم متعلقة بوزارة التجارة والصناعة الشريك ديالنا اللي هي ريكلاماسيون البوابة المتعلقة بالريكلاماسيون اللي كديرها وزارة التجارة والصناعة. هذا هو الوسائل ديال التواصل، من خلالهم كنستقبلوا الشكايات او حنا كنسجلوا الشكايات وكنحاولوا نطريوها على حساب كل نزاع بخصوص المطالب ديال المستهلكين. تقريبا شحال العدد ديال الشكايات اللي كتوصلوا بها شهريا المقر تاعكم؟ للاسف حاليا الناس ديال المحمديه باقي ما عارفين شيء بانه كاين واحد الشباك مهني. كنحاولوا نديروا التحسيس والتوعيه. غالبا ما تنتوصلوا بالشكايات عن طريق الهاتف اللي هو بطبيعه الحال موضوع رانا اشاره ديال المستهلك في البوابه متعلقه بوزاره التجاره والصناعه، من خلاله كنحاولوا نطريو هذه الشكايات اللي بطبيعه الحال ما كتجاوبش واحد العدد كبير على اعتبار ان الناس باقيين ما واعيينش بالثقافه ديال الاستهلاكيه، باقيين ما عارفينش كاين واحد الشباك اللي كيدافع عليهم. كنتمنوا مستقبلا ان شاء الله نحاولوا يكون تواصل اكثر باش يمكننا ندفعوا على المصالح ديال المستهلك في مدينه المحمديه. وهذا كيشرف على الحديث او المقترح بطبيعه الحال يكون في البال ديالكم هو انشاء يعني صفحه بالفيسبوك تابعه للجمعيه ديالكم فرع المحمديه. نعم. نعم نعم نعم، هناك صفحات ماشي صفحه، هناك صفحه بوابة بلوتوك ديال الكيشي كونسوماتور اللي هو حنا فيه دابا، وكاينه صفحة بوابة بلوتوك باج ديال جمعية حماية المستهلك، وكاين مجموعة ديال جمعية حماية المستهلك اللي كنتواصل من خلالها وكنشر معلومات للإفادة ديال الجميع. حديث أسها بالمغرب وهو الزيادات في ثمن بعض الأنواع ديال الزيوت، أنتم كجمعية ديال حماية المستهلك يعني كيف شفتوا هذه الزياده هذه؟ بطبيعه الحال للاسف وحنا كنتكلموا كجمعيه في اطار الجامعه الوطنيه لجمعيه حمايه المستهلك اللي حاليا كتقوم بالتواصل مع الجهات المسؤوله والمعنيه حول هذه الزيادات اللي هي في حقيقه مخالفه للقانون المنافسه وحريه الاسعار، اللي بطبيعه الحال خصو يتفتح فيه واحد التحقيق والبحث ونشوفوا واش هاد الزياده هي شامله لجميع انواع ديال الزيوت. فهنا كنتكلموا في هذه الحاله على لوبين، ما كتبقاش منافسه وانما كنقولوا مؤامره ضد المستهلك، كما وقعت قبل في المحروقات، كما وقعت قبل في الحليب، كما يعني هذاك المنافسه الشريفه ما كايناش هنا. غير البحث هذا اللي غيتبين لنا واش هذا كان لوبي اللي اتفق انه يدير زياده موحده، وهنا كيكون المستهلك هو الاكبر متضرر، وهذا البحث اللي غيدار بطبيعه الحال يمكن له يطول والخاسر فيه بطبيعه الحال هو المستهلك. حنا ما عرفناش كيفاش انه تصريح ديال الشركه ديال لوسيور كريستال اللي هي بالمناسبه ما عندهاش غير الزيوت باش يعرف المستهلك، عندها مجموعه من المنتوجات، فيها منتوجات تنظيف، فيها مجموعه ديال المنتوجات اللي يمكن المستهلك الا بغى ياخذ واحد الموقف، وهنا فين كندوي على المستهلك ياخذ واحد الموقف ياخذ جماعي على جميع منتوجات ديال واحد الشركه معينه اللي كتضرب في القدره الشرائيه ديال المستهلك، خصوصا واننا في حاله ديال ازمه سوسيو اقتصاديه المتعلقه بكورونا اللي تضرب فيها الكبير والصغير. حاليا المواطن المستهلك المغربي ما بقاش عنده ديك القدره الشرائيه، ما بقيناش كنتكلموا على القدره الشرائيه، دابا حاليا كنتكلموا غير كيفاش يكون ذاك الكفاف والعفاف الناس، لان حنا تنعرفوا الشركات كبيره وكثير تضرات، خاصه الشركات التي تقوم بالتصدير
تم إقفال السفريات الجوية والبرية إلى غير ذلك. وهنا بنت الأزمة الحقيقية في جميع الدول ماشي في المغرب طبعا. وحنا إلا بغينا نتكلموا على المقاولة المواطنة خص دابا فين تبان التضامن، كما الشعب المغربي الضامن وساهم في صندوق ديال كوفيد باش ياخذوا الناس اللي ما عندهم شيء واحد قسط من المال باش يعيشوا به ماشي باش يديروا شي حاجه، فكذلك الشركات خصها تكون مواطنه. مثلا ملي كندوا على هذه الشركه ديال لو سيركريستال فعندها مجموعه ديال المنتوجات اللي كيستهلكها المستهلك من غير سميتو من غير الزيوت بلا ما نسمي الاسماء بطبيعه الحال الكل كيعرفهم. فهي كانت مقاوله مواطنه راه عندها ارباح في جهه اخرى، علاش تزيد حنا كتقول لك بانه حقال عباد الشمس نبتدي عباد الشمس لا تورنسول تيقول لك ان عالميا زادت فيها 80% حتى 90%. واش الا تزاد فيها 80% 90% يخلصها المواطن؟ المواطن ما عنده شيء، انت اللي كتحقق الارباح، انت اللي خصك تكون دير لا كومبونساسيون وتحاول تعاون هذا المستهلك وتوقف معاه في هذه الازمه اللي كاينه حاليا. امام هذا الوضع عدد كبير من المواطنين من خلال مواقع التواصل الاجتماعي من جديد بداوا كيطرحوا كيقترحوا وكيطالبوا بالمقاطعه، جمعيتكم هل تؤيد المقاطعه؟ الى غنتكلموا على المقاطعه باش نكون واضحين، يمكن نرجعوا للقانون 038 ديال حمايه المستهلك اللي تيقول على حريه الاختيار. فالا غنقاطعوا جميع الزيوت كيفما كان نوعها، نحن نقول مع حريه الاختيار ومع تحميل المسؤوليه للحكومه بصفه عامه، لان الصمت المطبق اللي دايره مخلي ان اللوبين يدير ما بغى في المستهلك، وهذا عاوتاني نقدر نردو اللوم للمستهلك. فهنا ملي تنقول جمعيه حمايه المستهلك المحمديه نقدر نقول لك عدد قليل ديال المنخرطين اللي عندنا، شحال عندنا؟ عندنا 25 30 فين هي الساكن المحمدي شحال فيها؟ في الوقت اللي كدير واحد اليوم تواصلي ولا دراسي ما كيحضر حتى شي واحد 10 15، ولكن كيحاول ما امكن يرد عليك اللوم سيوك انت شنو كدير؟ هي ما كندير شيء، انا راه انا وانت اللي خصنا نديرو، زيد دير يديا في يديك ونوقفوا جميع، انا غنأطرك ونوجهك وسير للامام. اذا في مثل هذا الوضع هذا بالنسبه لهذا القضيه ديال الزيوت بالنسبه للجمعيه ديالكم، واش كيفسر فقط بتصريحات اعلاميه او انها يعني تصدر طلبات للراي العام عبر الصحافه؟ بطبيعه الحال في اطار الجامعه اللي كنتساميو ليها، الجامعه ديال الوطن لحمايه المستهلك في ماروك، البارح تصدر واحد البيان تنديدي استنكاري حول هذه الزياده، وبطبيعه الحال الجامعه ما غتوقفش في هذا الشيء، غتراسل الجهات المسؤوله والمعنيه بما فيها مجلس المنافسه بما فيها رئاسه الحكومه، لان هذا الدور ديالنا احنا كجامعه، هذا الدور ديالنا باش اننا نحسوا ونهزوا الهموم ديال المستهلك سميتو صناع القرار باش يخفوا. علاش نقولوا هذه الهضره هذه؟ لان ما معنى صناعه القرار؟ صناعه القرار في المجمل ديالو كان القاعده اللي كتقول لك المداخل والمخارج انبوت اوتبوت. ملي كيجيو هاد القوانين هادو، القوانين كتجي من القواعد الشعبيه من المستهلك، فملي كنتكلموا على المستهلك غتصنت المستهلك اسيدي غتصنع القانون. علاش انت في قبه البرلمان ولا في شي قنت جالس مع راساتك ما حس ما ضرك لا جيبك لا والو، انت كتخرج واحد القانون على غفله اللي كضر فيه شريحه كبيره ديال المستهلكين اللي ما عندهم شيء. اذا بغيت ديروا شي قرار تصنتوا المستهلك، بالتالي خص جميع المؤسسات الوطنيه بصفة عامة خصها تكون فيها تمثيلية للمستهلك كيفما كان نوعها، كيفما كان نوعها، سواء كان في الوسط سواء كان في الهيئة سميتو ديال المراقبة ديال الأنظمة ديال التأمين وإلى غير ذلك، أي هيئة لابد ما تكون فيها تمثيلية للمستهلك اللي مستقل ويبدا بالرأي ديالو ويقول ستوب هذا خط أحمر، إلا درتوه راه غتضر القدرة الشرائية وتضر المستهلك. أهم نصيحة في ختام هذا اللقاء يمكن ان توجهها جمعيتكم لجمعيه المستهلك للمستهلك وكلمه للمنتج؟ اقول للمستهلك ان الاوان لان تنخرط في جمعيات لحمايه نفسك وتنظيمها وتوعيتها، لان اليد الواحده لا تصفق، يجب على المستهلك ان يؤطر نفسه وينظمه من خلال خلق جمعيات او انضمام الى الجمعيات الموجوده في مدينتك. هكذا يمكن ان نقول على اننا يمكن ان نحمي المستهلك من خلال لاماس الكتله كما تنقولوا الاغلبيه كتغلب السبع، يعني خصنا نكونوا كثره في المواقف ديالنا باش نهار نبغيو ناخذوا شي قرار كناخذوا مجموعين ونقدروا نوقفوا اي لوبي كما كنوعوا. بالنسبه للموريد تنقول له حاول
حاول سيدي تكون عندك روح المواطنة وترأف بالمستهلك. فالمستهلك إلا ما كانش واعي راه كاين جمعيات اللي يمكن اللي توعيه، وما غنمشيوش حنا في القانون المخالفة اللي غنقولوا مقاطعة أو لا غيرها، لا حنا بغينا نكونوا كشركاء جميع، نحميو الاقتصاد ونحميو المستهلك. شكرا أستاذ المختار على التواصل. شكرا.